مساء الخير، عاملين ايه؟ للناس اللي كانت بتسأل عن الفتايس الجديدة اللي هي مثلا الواير والحاجات دي، احنا دلوقتي سكودا A8 2021 ستايل بلس. تمام، هنشوف مع بعض الفتايس الواير هنا شغالة ازاي. تمام، مبدئيا دي الهاند بريك، ماشي كده، انلوك كده، لوك. تمام، هنعمل لها انلوك. بعد كده هنيجي هنا على الفتيس، هنا هو هنا البي زرار، ده زرار. تمام، عايزين هنرجع لورا ان كده ريفرس. تمام، مفيش ادنى مشكلة كده، اهو ريفرس ناترال هنا درايف. تمام، كمان مرة يعني شوف هنا درايف طلع لي هنا ايه دي. تمام، هجيبها على الاس، بقت اس. تمام، وطلع لي هنا في الشاشة برضو كده اس، واحدة فوق رجعت ناترال تاني كده بقت دي. تمام، انا عاوز اوقف العربية، بقى هركن العربية وانزل. تمام، هعمل لوك للبريك. تمام، بعد كده هتك على البي، هي هنا مش اي ده اهي. تمام كده العربية كده ايه بارك، وهي كده كده عشان فيها اوتو ستارت فالعربية بطلت. ايه، وان شاء الله استنوا المعدات الجديدة.